احلى من ان احنا نسمع مزيكا كده على الصبح ومزيكا كمان للكبير بليغ حمدي اللي كمان ذكرها كانت من ايام قليله. تحقيق. الفيديو اللي سمعناه ده منتشر بقاله يومين والناس عماله تعمل له شير وكل الناس عماله تمدح فيه وعمل اكتر من 2 مليون مشاهده وفي وقت قصير جدا. لكن مين اللي بيعزفوا دول؟ بيعزفوا فين؟ تاريخه عامل ازاي؟ الناس كلها عماله تسال على الموضوع ده عشان العزف الجميل ده في المكان الصغير ده وبشكل واداء اوركسترا. من كتر ما في يعني اوركستريشن كامله ما بين عازفين قد يبدو شكلهم ان هم مش محترفين، لكن الناس في الحقيقه استغربت جدا وافتكرت ان المزيكا دي بلاي باك من كتر ما قد ايه هي جميله، قد ايه نقاء الصوت فيها، قد ايه العزف ما فيهوش نشاذ، مش يعني لا دي ناس محترفه مش ناس لسه بتتمرن مثلا او ناس هاويه بتعزف مقطوعه موسيقيه يمكن من اصعب المقطوعات. وخلينا نقول انه بليغ حمدي ما اتعاملت معاه ام كلثوم كان عنده 28 سنه، يعني هي بتكتشف. انت متخيل لما حد يعمل مزيكا عبقريه زي دي في السن ده؟ يعني احنا بنتكلم على موسيقار عمل نقله في تاريخ المزيكا وعمل نقله في السبع سنوات اللي تزوج منها من الفنانه ورده. احنا بنتكلم طبعا عن موسيقى رائعه مش سهله. وعايزين نعرف قصة اللي ورا الفيديو، يعني يمكن احنا في صباح الورد وده هيكون اكسكلوسيف وحصري، يمكن لاول مره هتعرفوا بقى كواليس الفيديو ده. الناس كلها عماله شافت الفيديو، بنتكلم على 2 مليون مشاهده في ايام قليله جدا، لكن الناس عماله تسال من ساعتها مين دول ودي فرقه ولا ايه ولا ايه حكايتهم. تعالوا بقى نعرف دلوقتي التفاصيل دي وهتلاقوا الاجابه عندنا هنا في صباح الورد مع الاستاذ. زي ما انتم شايفين طبعا دلوقتي ده صوره من مقطع الفيديو اللي شفناه مع بعض، ومعانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ ميشيل كمال وهو مصور الفيديو اللي هيكشف لنا بقى كل كواليس الفيديو اللي احنا شفناه مع بعض. استاذ ميشيل صباح الخير. صباح الخير استاذ ميشيل. والناس كلها بتسال بقى لنا كام يوم على السوشيال ميديا مين الناس دي المحترفين اللي بيقدموا فن راقي جدا، ويمكن في كتير مننا يمكن عن جهل او تقصير ما يعرفش مين دول. الاول احنا مبسوط جدا حضراتكم اهتميتوا جدا بالموضوع ده. هم مجموعه اصلا كانوا عازفين موسيقى، منهم مثلا زي استاذ عبد الفضيل عزف مع ام كلثوم في الفتره الاخيره، استاذ ارسلان موجه في التربيه والتعليم. لكنه كان ضمن اوركسترا، يعني انا برضو دخلت على الفيسبوك بتاعه فلقيت انه برضو كان بيعزف في اوركسترا وليه اعمال احترافيه. خلينا نقول هم كلهم كانوا بيلعبوا موسيقى في فتره الستينات والسبعينات تقريبا، من بعد الثمانينات سوق الموسيقى اتغير والجو ده، ف يعني اكتفوا ان هم بيتقابلوا مع بعض حبا وعشقا في الفن يعني. بس كده يعني هي اصلا كانت الفكره ان هم بيتقابلوا مع بعض كاصحاب. استاذ ميشيل يعني انت علاقتك بيهم بقى لها قد ايه؟ وفكره تصوير الفيديو جت ازاي؟ هي صدفه اصلا. استاذ انا موسيقى برضو، واستاذ ارسلان ده كان المدرس بتاعي زمان. اوكي. فاحنا دايما علاقتنا مع بعض نتقابل. تصوير الفيديو كانت بالصدفه بقى لنا فتره حوالي من 5 سنين. احنا على فكره بنصور بالموبايل الشخصي بتاعي يعني. أيوة. ده موبايل. واحنا قاعدين هم ليهم مجموعه اصحاب اكتر، فقلنا نصور مره من واحنا قاعدين كده علشان يقدروا اصحابهم اللي مسافر في بلد او تاني يتفرج عليهم. فكانت الموضوع بس ان احنا هدفنا نشوف اصحابنا يتفرجوا على الفيديو ده. اتصور امتى واترفع امتى على الفيسبوك؟ لا هو اصلا احنا عاملين تشانل على اليوتيوب. ده اتاخد اتاخد منه حوالي من 4-5 شهور. اوكي. وده المقطع ده هو اللي انتشر بعد كده من اليوتيوب على الفيسبوك. حد نزله شيره ونزله عامل داونلود عنده وبعد كده شيره على صفحته. فاحنا انبسطنا اكتر لان احنا يهمنا ان الناس تتفرج وتشوف. الناس دي بقى عايز اقول حاجه يعني مهمه، يعني عندهم ذكريات جميله جدا جدا مع كل الوسط الفني في الفترات دي، وهم عصروا بنفسهم يعني في العصر عبد الوهاب وام كلثوم وبليغ ووحد روبروفات، فعندهم ذكريات وتفاصيل. بالظبط. احنا كنا بنتكلم يمكن قبل الحلقه انه اكيد الناس دي كانت محترفه في فرق موسيقيين كبار ونجوم عزف محترفين. يعني طبعا انتوا اكيد هتصوروا بعد كده لانه بعد نجاح الفيديو ده وانتشاره الكبير، اعتقد انه كل مره بقى جلسه دي لازم نشوف فيديو تاني مختلف. بإذن الله. بإذن لان الله. التعليقات كمان كلها معظمها ايجابيه، وفي ناس بتقول انه الفيديو ده مش حقيقي، ده بلاي باك المزيكا من كتر ما العزف متقن يعني.
هو كمان يمكن عشان ده متصور بالموبايل ما عندناش تجهيزات فنيه وكده، ما فيش فيه مونتاج. يمكن بس حاجات بسيطه يعني، مثلا في الجيتار انا اللي بنصور الجيتار، فانا اللي بصور وبعد ما بنخلص بنسوي بالجزء صغير، فممكن حد يتهيأ له ان ده فيه مونتاج. استاذ ميشيل، انت قلت ان انت ليك في المزيكا، انت اصلا عازف على اله ايه؟ بلعب جيتار بس انا دي هوايه يعني. هوايه بالنسبه لك أحترف. وشغلك شغلك الاساسي ايه؟ وظيفتك؟ لا، في مجال الطباعه والنشر وبعيد عن المجال ده. لو هنستثمر بقى نجاح الفيديو ده وانتشاره على شبكات التواصل الاجتماعي، لسه بتقول انه اعضاء الفرقه عندهم ذكريات عن الجيل الفنانين في الفتره اللي كانوا بيشتغلوا فيها كعازفين، بتفكر تستثمر ده في حلقات مثلا على اليوتيوب وهم ناس عصروا هؤلاء الفنانين العظام ان هم يتكلموا؟ بإذن الله. إن هو كان احنا مثلا اقول لك على حضرتك على حاجه، كان من ضمن اعضاء الفرقه استاذ محمد العربي، توفى من حوالي سنه او اكتر. فاكره زمان فيلم ام العروسه؟ ايوه. كان في ولد بيلعب كمانجا صغير كده، وهو كان هو استاذ محمد العربي، فحكى لنا بقى ذكريات وكنت برضو سجلتها منه، ان هو ازاي انضم للفيلم وذكريات الفيلم. فانا اقصد الجيل ده مهم قوي، لو اعلاميين تهتموا بيهم هتطلعوا منهم حاجات يعني لا تتخيلوها. طب ممكن قبل ما نختم معاك تقول لنا كده اسماء العازفين بشكل سريع حتى يعني قدر من التكريم ليهم على الفن الراقي اللي قدموه؟ استاذ ارسلان محمد رشدي هو صاحب احنا طبعا بندعوكم ان انتوا تبقوا ضيوفنا هنا في صباح الورد، يعني حضرتك هتقول لنا طبعا اسماء اعضاء الفرقه ولازم تيجوا تنورونا هنا في قاعده كده لطيفه في صباح الورد باذن الله. استاذ ارسلان ده بيته هو في مصر الجديده. طبعا عايز اقول لكم ان ده بيتسجل يعني ورانا شارع وممكن تسمعوا صوت موتوسيكل او اي حاجه كده، ف الناس في المنطقه هناك يعني بيبقى يوم رائع كده، تلاقي الناس واقفه تسمع. أستاذ أرسلان محمد وأستاذ عبد الفضيل عازف تشيلو، أستاذ محمد رزق عازف القانون، أستاذ إسماعيل عازف الناي، أستاذ نور عازف كمانجا، أستاذ ماهر متولي، أستاذ محمد عازف الرق والدرامز، سوري قصدي البونجز اسمه مش حاضر معايا ما يزعلش مني. وانا مشيل كمان مره او مرتين عزفت معاهم جيتار، وانا اللي بستمتع بالتصوير. على اي حال احنا بنشكرك شكرا جزيلا، ويمكن بيقولوا لنا انه في ناس بتقف تسمع، انتوا فاتحين الشباك، في ناس بتقف تسمع في الشارع اصلا المزيكا اللي بتتقدم، فاحنا خايفين بعد اللقاء ده هتلاقي الناس بعد كده بتحضر معاكم في الشقه وانتوا مش واخدين بالكم. ما هم في كتير طلبوا منا كده، بس هم شويه ايه مفيش مكان، المكان ضيق قوي. بس هو بيبقى يوم ممتع يعني. طيب. والله يعني احنا بنعاني عامه من التلوث السمعي والبصري بقالنا فتره طويله، فانتوا بتاخدوا ثواب على فكره في ان تفتحوا الشباك عشان الناس اللي في الشارع تبتدي تنظف ودانها وتسمع فن جميل وتتعود على حبها للموسيقى. احنا بنشكركم عشان انتوا خدتوا المقطوعات دي وحطيتوها في اكبر شباك في مصر. احنا بنشكركم شكرا جزيلا لاستاذ ميشيل كمال وهو